وإلى سوريا، حيث يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية ضد مسلحي المعارضة جنوب شرقي مدينة درعا، حيث قتل 46 جراء تفجيرين وقصف جوي لبعض المناطق بالمحافظة. أما في دير الزور فقد فجر مسلحو تنظيم داعش دراجة ملغومة عند حاجز لقوات سيارة سوريا الديمقراطية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بحسب مصادر سورية. كما أنقذ لفتت هذه المصادر إلى مقتل 15 مسلحا للتنظيم جراء غارات لقوات التحالف الدولي بينهم قيادي في التنظيم، مشيرة إلى أن القصف تسبب في سقوط مدنيين. على جانب آخر، فتحت القوات السورية ممرين أمنين لعبور المدنيين إلى مناطق سيطرتها، وأنشأت 3 مراكز إيواء من أجل استيعابهم.